لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد من قناة محمد الجيمر، ورجعنا لكم في مقطع جديد وحلقة جديدة من سلسلة توخيرك. رجعنا هذه السلسلة بعد ما ادري كم شهر، بعد 9 أشهر تقريبا. هذه الحلقة الحلقة الرابعة. نريد يا شباب بمناسبة اننا نزلت هذه الحلقة، نريد نوصل 10 لايك لهذا المقطع يا شباب، نريد تشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين وتفعلوا على جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. نريد نوصل 300 مشترك يا شباب. خلينا نبدأ التحدي الاول اللي هو خيروك. تدق على اقرب صديق وتبهدله بدون سبب، ولا تدق على رقم غريب وتقول لهم ان انا غبي؟ طيب خلوني افكر شوي. طيب يا شباب، الافضل انه ادق على رقم غريب واقول لهم ان انا غبي. تمام، العالم مختلف 56% والعالم تاني 44%. التحدي اللي بعده، لتكون شجاع لكنك شكلك يدل انك جبان جدا، وتكون جبان لكنك شكلك اكثر شخص شجاع بالعالم. تكون جبان لكن شكلك اكثر شجاع. يا ليش العالم مختارين هذاك 76%؟ ما ادري ليش. التحدي التالي، تعطي شرطي كف وري كف على السجن معناها، ولا تروح عند واحد تقول له ابي سيارتك؟ يعني اكيد اروح عند واحد اقول له بدي سيارتي، اكيد اكيد. طيب، توقف واحد بالشارع تقول له نكتة سامجة يعني مو حلوة، او تركب تاكسي وتقول له وصلني الصين نجيب شغلة؟ لا نوقف واحد. لا والله العالم مختلف يعني، ما بعرف. تعالوا اللي بعده، تروح المدرسة بملابس النوم والله بيعدموني عدم، ولا تروح المدرسة بحفاية واحدة؟ طيب شو نختار؟ والله العظيم شي يعني عندنا نحن مدرستنا المتفوقين، احنا عندنا تروح المدرسة بحفاية واحدة والله بيعدموك، وإذا بملابس نوم كمان بيعدموك. شو نختار لك؟ يلا حقرة بقرة، تروح المدرسة بملابس النوم. والله العالم بحفاية واحدة كل العالم. تحدي اللي بعده، تحلق شعرك على الصفر ولا تحلق شنبك؟ ليش؟ انا عندي شنب، نحلق شنب لانه ما عندي شنب انا. والله جاد. ترقص بالمول مع شيلة من نظرة الرجال، ولا ترقص بعرس رقص غربي وهيب هوب اي كلام؟ طيب، ترقص بالمول مع شيلة من نظرة الرجال، رقص بعرس رقص غربي وهيب هوب. يلا هذا العالم مختلف تاني. السلام عليكم. التحدي اللي بعده، تغني بالشارع أغنية القطة الشرسة بصوت عالي. اخترناه بالغلط، اقسم بالله يا شباب. في شعرة كانتون هيك شلته، اخترناه بالغلط، استغفر الله. التحدي اللي بعده، تروح عند دورية وتقول لهم اسجنوني، او تاخذ شنطة سفر فاضية واقول لك بهاجر. طيب ولي، يلا منروح الدورية. الله أكبر، الله أكبر على الغباء. تقعد على جليد 10 دقايق ولي أعوذ بالله، ولا ترقد 10 دقايق بالحر؟ أكيد لا أرقد، يعني أرقد ترقد 10 دقايق بالحر. ليش العالم اختار 10 دقايق بالجليد؟ والله واحد بيموت الله يرحمه. يوم بدون نت أعوذ بالله، ولا يومين بدون مكيف؟ لا يومين بدون مكيف، أصلا إحنا ما عم نستعملوش إلا حاليا، جو وسط يعني. تشحت 25 ريال يعني عنا بسوريا 2500 ليرة، ولا تروح لواحد تقول له اسطرني كف؟ لا اكيد تروح واحد اقول له اسطرني كف اكيد. التحدي اللي بعده يا شباب، يجيك جوال ايفون هدية يا سلام، ولا يجيك جوال جالكسي هدية؟ طبعا بشرط يجيني جوال جالكسي بس S10. العالم مختارين 81% ايفون. هلا العالم بحبوا الايفون كثير، هلا انا ما بحبه زيادة، لانه اول شي بدك تجلب بريك حتى تنزل لك شي العاب يا شباب. يعني اخترناها يعني جالكسي، ما بعرف ليش بحسه احسن. طيب، يوم بدون نت، يوم بدون اكل، يوم بدون اكل ويوم بدون نت. اليوم والله صمنا يعني، يوم بدون نت ولا يوم بدون اكل؟ يوم كامل 24 ساعة مقصدهم يا شباب. لا يوم بدون نت احسن. العالم مختارين ليك، العالم بتفضل الاكل النت على الاكل؟ سبحان الله. تحضر فيلم ممل، يا الله لا تحضر فيلم ممل جدا جدا، تحضر اقصد يعني تشاهد، او تجلس بدون ما تعمل شي ساعة كاملة؟ لا اكيد تحضر فيلم ممل، يعني شو تساوي؟ تعلق 5 علب لبان بنفس الوقت؟ شو البان يعني؟
لبن ولا شو ولا عيكة يعني، تاكل كاتشب وبيبسي بنفس الوقت وليه؟ يلا بيبسي يلا صح تعدي. تنام في بيت مهجور ولا تجلس جنب ميت في مقبرة؟ ولي ولي ولي، لا والله بنام بجلس جنب ميت بمقبرة مشان الله. العالم مختارين ذاك مشان الله، شو الاختيارات؟ تروح المطعم تقول نكتة سامجة بصوت مرتفع ولا تصارخ في الشارع أحبكم موت 3 مرات؟ لا إذا بصارخ في الشارع والله كانوا بيحسوني منغولي أو مجنون. لا بروح مطعم. لكن العالم فاكرين حالهم نقيت 66%. تلغي حساب فيسبوك ولا تلغي حساب انستغرام؟ إيه أصلا أنا ما عندي انستغرام من الأصل، فبلغي يعني ما عندي أصلا. تكلم جن، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تكلمه ولا تمشي على ثعابين وعقارب؟ يا إلهي شو الخيار؟ استغفر الله العظيم، شلونك؟ يلا العالم بدهم يمشوا على ثعابين، بالله العظيم بطين يعني، العالم اختين 66% مشان الله، استغفر الله العظيم. وهيك يا شباب نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك وشير المقطع وتشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. نريد نوصل يا شباب ل 300 مشترك بأقرب وقت يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.